السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على الليسب يرسم الفليكسبل. هستخدم الليسب أو ممكن من عن طريق تولز لود أبليكيشن أشوف مكان الليسب لود كلوز. هبدأ أرسم خط يمشي عليه الليسب. اقول له فليكسبل اف ال اي اكس. اقول له الديامتر عايز مثلا 450. تمام، واحدد الخط. هل رسم لي فليكسبل اللي كنا بنقعد وقت كبير جدا عشان نرسمه.